وبنتما تقول لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة إن شاء الله تعالى. كيف تخفى الحقيقة؟ لا إله إلا الله. والله أنتم أحسن جمهور. كيف تخفى الحقيقة؟ نور وجه الحبيب. كيف تخفى الحقيقة؟ نور وجه الحبيب. ما لها وإلا كلها. سلاس سيدي الزغب، كذلك نواب رئيس مجلس الجماعي، كذلك جميع الحاضرين، جميع المستشارين، جميع المقاطعات. أول شيء مرحبا بكم كما قلت لكم مرة أخرى. اليوم حنا في ليالي رمضانية إذا تنتموا مجلس مقاطعات قطانة، نتمنى أنه اللي اخترت له شعار يعني ليالي روحانية ترفيه، هو كما نقولوا دين ودنيا. يعني في هذه المناسبة تنبغي نشكر الحضور ديالكم، ونبغي نقول لكم مرحبا بكم، ومقاطعة الطالة ديالكم هي مقاطعة ديالكم، مرحبا بكم مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطمة الزعمة نائبة رئيس مجلس عمالة سلام، مستشارة في مقاطعة قطانة. اليوم تسيح احنا متواجدين في هذه الأمسية الرمضانية الروحانية بين الأنشطة اللي رمضانيات بقطانة، واليوم تسيح عندنا الأمسية فيها موسيقى أندلسية روحانية، وأيضا مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا توزيع الجوائز على الفائزين في تلاوة القرآن والترتيل أيضا. وعندنا في هذه المقاطعة بقطانة قامت مجموعة من الأنشطة هذا الشهر المبارك السعيد، فيها ما هو رياضي وأيضا ما هو ثقافي وأيضا ما هو خيري. إن شاء الله عندنا غدا إن شاء الله مسابقة دورية في كرة السلة، وأيضا الكرة الحديدية، كرة القدم أيضا، وعندنا أيضا توسيع القفة الرمضانية إن شاء الله غتكون إن شاء الله تو بعد غدا. ونشكر مجلس مقاطعة بطانة برئاسة سي عماد الريفي الرئيس على المجهودات اللي قام في هذه المقاطعة، وإن شاء الله مقاطعة بطانة من بين المقاطعات اللي في هذا الشهر المبارك الكريم اللي ذات مجموعة من الأنشطة مختلفة. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين. اليوم نختتم كما تلاحظون مهرجان ديال مهرجان رمضانية مقاطعة مجلس مقاطعة بطانة. اليوم كنا على موعد بصارة تراثية روحانية تخلل مجموعة من الأمداح النبوية والأناشيد، واختتمنا هذا الحفل الشيق بحصة عيساوية. كما تم خلال هذا الحفل توزيع الجوائز على المتوجين في مسابقة ترتيل وتجويد القرآن لمجموعة من الشباب، والحمد لله كانت هذه مسابقة موفقة جدا، حيث كانت مشاركة ديال مجموعة ديال دور القرآن بمجلس بتراب مقاطعة.
وكما نظمنا مجموعه من الانشطه الرياضيه كالكره الحديديه وكره السله، وما تم توزيع شواهد المشاركه على جميع المشاركين والمشاركات. وحضر هذا الحفل مجموعه من المستشارين ومجموعه من المواطنين من سكان مقاطعه بطانه. بقضاء الله لك الرشيد، هذا في علم الله واخر في الوقيع، سنبيلك ما يسواش انا تبدير دعني، تريد يا فوقي الله الله، تريد يا فوقي الله الله، تعبر صوار راسك الله الله، تعبر صوار شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.